على الخوارج وعلى المرجئة، وتكلمت على القدرية وعلى الجبرية، ما تكلمت على السبائية. السبائية هي جماعة، يعني السبائية هي من وراء تقريب كل الفتن التي كانت في زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي كانت سبب في وراء مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك في الأحداث التي حدثت. على رأس السبائية عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا الرجل زعم أنه مسلم، كان يهودي وتظاهر بالإسلام وبدأ يعمل على هدم الإسلام، فطلبه عمر بن الخطاب ففر إلى اليمن، ثم بدأ ينشر في الفتن، اليمن أو العراق لا أذكر بالضبط، بدأ ينشر في الفتن. هذا الرجل كون جماعة، هذه الجماعة جاءت ودخلت إلى المسجد النبوي الشريف، وكان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أمير المؤمنين في ذلك الوقت، فجلسوا في الصف الأول في المسجد، فدخل علي لكي يصلي بالناس، فقال أحدهم: أهو هو؟ قال لصاحبه: أهو هو؟ قال له: نعم. فنظر إليهم علي رضي الله عنه وقال لهم: من أنا؟ فقال أحدهم: أنت الخالق البارئ. قال: أعوذ بالله، أنا علي بن أبي طالب، ولدت كما ولدت أنت. قالوا: بلى، أنت هو إلهنا وربنا. فجمع الصحابة فاستشار الصحابة ماذا يفعل بالقوم، فاستتابهم، استتابهم: من أراد منهم أن يتوب ويرجع إلى الله الحمد لله. فكلهم قالوا: لا نؤمن بإله غيرك. فقام بحفر الخندق وقال بيت مشهور: فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا وأمرت قنبورا. أجج النار في الخندق، ثم كان يقول لهم بالواحد: توب إلى الله، أنا عبد مثلك. يقول: لا، ماذا يقذفه في النار. آخرهم قال له: الآن أيقنت أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. سبحان الله. نظرتم؟ العقيدة، لماذا نحن ندرس توحيد العقيدة؟ حتى لا نقع في زبالات عقول البشر، نفرق بين عبادة الله وعبادة من يعبد الآلهة. سميها آلهة، سميها ما شئت، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنت سميها آلهة، سميها رب، سميها كذا، هل تنفعك؟ لا تنفعك. ذلك هؤلاء فقذفهم في النار، هؤلاء هم السبائية، وهم الذين بعد ذلك خرجت منهم طوائف الشيعة. تعرفون الشيعة؟ الروافض وغيرهم، هؤلاء كلهم خرجوا من السبائية، وهؤلاء الآن ينشطون في العالم الإسلامي باسم الوحدة وباسم اجتماع كلمة المسلمين وباسم كذا، وهم ليس لهم علاقة بالإسلام، ليس لهم علاقة بالإسلام، لأن الذي أسس هذا المذهب أسسه لهدم الإسلام، وهم يعتقدون أن علي إلى يومنا هذا هو ربهم وهو إلههم. هو لما تتكلم معه يقول لك: أعوذ بالله، أنا أؤمن بالله عز وجل مثل ما أنت تؤمن، وأعوذ بالله أن نكفر الصحابة، أعوذ بالله أن نقول في عائشة. لكن هذا كله مذهب التقية عندهم، الكذب. الله خلق الكذب وجعل 9 أعشاره في الروافض، وهذا المذهب الخبيث. ذلك على الإخوة خاصة من يعيش هنا في أوروبا أن يتنبه لهذه الطوائف، هي خطر فعلا على المسلم وعلى عقيدته، لأن المسألة ليس المسألة ماذا تعتقد، المسألة على ماذا تموت. حينما تموت و تصل إلى الله عز وجل وأنت كنت تعبد الله وتصوم وتصلي وتصدق ثم لا يقبل منك شيء، ماذا تفعل؟ لذلك عليك بماذا؟ عليك باتباع
الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هو قدوتك، هو إمامك، هو من تقتدي به في جميع العبادات. بقي قد يقول قائل والعلماء؟ العلماء هم الذين يدلونك على قول الرسول، وهم الذين يشرحون لك أقوال الرسول أو ما قاله الله وما قاله الرسول. فالعالم هو الذي يشرح للناس ويبين لهم الحق من الباطل، ويبين لهم ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله. لكن العالم أن تتبع عالم بعينه وتجعل هذا العالم مثل اتباعك للرسول، هذا من أبطل الباطل، وهذا الذي ابتلينا فيه في زمننا هذا. في زمننا هذا كثير من المسلمين تقول له قال الله، يقول لك أما سمعت الشيخ فلان؟ أما سمعت فلان يقول كذا وكذا؟ أما سمعت العالم العلامة والبحر الفهامة يقول بخلاف ما تقول أنت؟ أنت تقول له يا رجل قال الله، هذا قول الله، هذا قول الرسول، هذا ما كان عليه سلفنا. يقول لك وهل أنت تفهم مثل فهم الشيخ؟ إذن يجعل الشيخ هو الدليل. وفرق أن تجعل الشيخ يدلك على الدليل وأن تجعل الشيخ هو الدليل. الدليل هو ماذا؟ نحن أمة الدليل. أمة الدليل هي الأمة التي تتبع ولا تبتدع، تتبع ما قاله الله عز وجل وما قاله الرسول، ولا تبتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون هنا؟ صحابة بنص القرآن. لذلك أنت يجب عليك أن تتبع ولا تبتدع. في أمور الدنيا ابتدع ما شئت، إذا أردت أن تصنع سيارة، تصنع طائرة، تصنع بعقلك فافعل. لكن أن تتعبد الله بغير ما جاء به الرسول، أو تتبع شخص تقدسه أكثر من تقديسك للرسول وأحاديث الرسول، فاعلم أنك هالك. فاعلم أنك هالك. لماذا؟ لأن حينما تدخل إلى القبر هل الله عز وجل يسألك هل قرأت ما قاله الشيخ فلان أو ما كتبه الشيخ فلان؟ لا يسألك هذا. ماذا يسألك الله؟ من ربك؟ ما دينك؟ من الذي بعث فيكم؟ هل تقول له بعث فينا الشيخ فلان؟ أنا كنت أتبع الشيخ فلان. هل أمرك الله أن تتبع الشيخ فلان؟ ها هو الشيخ فلان مات، هل هذا الدين يذهب معه ويموت معه؟ ولذلك كثير من الناس لا يفهم. الآن كثير من الناس لا يفهم من هذا الدين إلا ما يقوله الشيخ، وهذه مشكلة كبيرة يعني وقع في زماننا هذا. ما هي المشكلة هنا؟ المشكلة هنا أن كثير من المشايخ يفتح لهم في الفضائيات وفي الجرائد لينشرون دين الملك، الدين الذي يرضي الملوك، بالتالي يقدمونه ويخيفونك به. يأتي بسيف، يأتي هذا الشيخ الكبير العالم كذا والشيخ كذا، ويجلس ويقول لك يجب أن تفعل كذا وكذا، ويجب أن تفعل كذا وكذا، وإذا فعلت كذا وكذا فأنت كذا وكذا. إرهاب يجعلك تخاف. كأن الله عز وجل أمرنا أن نتعبد بهؤلاء، هذا غير صحيح. لذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفهمون مراد الله عز وجل من كلامه، ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه. ولا تجد صحابي يتبع صحابي. هذا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين وضمه إلى صدره. كان عبد الله بن عباس آية في العلم. يعني عبد الله بن عباس كان يجلس من الصباح، من صلاة الصبح إلى الظهر، وهو يعلم الناس الأشعار وأخبار العرب وما حصل وما إلى ذلك.
ثم من الظهر إلى العصر وهو يكلمهم في الآيات وتفسيرها وفهمها واشتقاق الألفاظ وما جاء فيها من الأشعار وما إلى ذلك. ثم يجلس من المغرب إلى من العصر إلى المغرب وهو يحدثهم عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرحها. وما يعني عبد الله بن عباس كان من كبار العلماء، أخذ العلم من رسول الله ومن صحابة رسول الله لأنه كان صغيرا. هذا الرجل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان عمر يجلسه مع مشايخ بدر أهل مشورته، يعني شيوخ بدر الصحابة الكبار الذين كانوا يجلسون مجلس عمر في قضايا الإسلام والمسلمين، كيف الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية كيف تساس. فكان يجلسه مرة من المرات كبار الصحابة قالوا ليش كلنا عندنا أبناء، ليش يأتي بهذا الولد يجلسه معنا، نحن كذلك نأتي بأبنائنا. فجمعهم عمر لما سمع هذا الكلام وجاء به وقال لهم ماذا تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر سورة. فقالوا هذه الآية فيها بشائر أن الإسلام الناس يدخلون في دين الله أفواجا وفيها كذا من النصر المؤزر وأن الله فتح على المسلمين. قال هذا ما تعلمون؟ قالوا هذا ما نعلم. قال يا عبد الله بن عباس ماذا تقول في هذه الآية؟ قال هذه الآية هي نهي لرسول الله، هذه الآية أشارت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يموت. فقال عمر والله لا أعلم إلا ما قلت. فسكت الجميع وعلموا أنه هو ليس ابنه، علموا أنه أتى به ماذا حتى يهيئه. وكان فعلا هو كان نائبا لعلي عبد الله بن عباس. المهم عبد الله بن عباس كان يرى بزواج المتعة، كان يرى زواج المتعة، كان يرى بأنه غير منسوخ. وكان علي يذهب إليه ويناقشه ويقول له هذا نسخ في كذا وكذا، ولكن عبد الله بن عباس بقي على حاله حتى تراجع في آخر أيامه، تراجع في آخر أيامه. لماذا؟ لأنه كان يفهم النص ليس بفهم غيره من الصحابة. أذكر فقه هذا الرجل عبد الله بن عباس. جاءه رجل وقال له يا عبد الله رجل يقتل رجل مؤمن ما حكمه؟ قال هو في النار خالدا فيها. فذهب الرجل، بعد أسبوع جاءه رجل آخر وجلس بين يديه وسأله قال له يا شيخ ما تقول في رجل قتل مسلم متعمد؟ قال إن شاء الله يكون في الجنة. فالطلبة كلهم والتلاميذ تعجبوا، قالوا يا إمام الأسبوع الماضي جاءك رجل وقلت له أنه في النار خالدا فيها كما قال في الآية، واليوم سألك نفس السؤال تقول هو في الجنة أو قد يكون من أهل الجنة كيف؟ قال لأن الذي جاءني في الأول كان كان في وجهه شرارة يريد أن يقتل، جاء عبوسا وجاء في وجهه ماذا؟ يعني وجه هذا الرجل يريد أن يقتل شخص، فقال فيسأل قبل أن يقتل، فقال له هل من يقتل مؤمنا متعمدا؟ فقال جزاه جهنم. لكن الثاني الذي جاءه وسأله جاء جالس يبتسم يضحك، فقال له ما تقول في الآية؟ فقال له هو في الجنة. أنظر من فقه الرجل، العلماء كانوا قديما ليس مثل مشايخ اليوم، كانوا يفهمون الأشياء وكانوا فطناء أذكياء. الإمام البقلاني، تعرفون الإمام البقلاني؟ هذا الإمام كان أحد ملوك الأعاجم، يعلم أن المسلمين لا
لا يركعون لأحد. لا يركعون. طيب. فكان عنده مكان خاص بأهل مشورته، من يريد أن يدخل إليه عنده باب قصير حتى تدخل، تدخل هكذا من حالي لا. فعل ذلك من أجل المسلمين فقط. فالإمام البقلاني كان وافدا، بعثه الخليفة وفدا إلى هذا الملك، فلما أرادوا أن يدخلوه على الملك فقال لهم أين أدخل؟ قالوا الآن سوف تدخل على الملك. قال من أين؟ قالوا من هذا الباب. فدخل مدبرا، أنظرتم؟ تفطن أنه يريدون إركائه لهذا الملك، فدخل مدبرا على الملك. كانوا أهل فطانة، ليس مثل ما نشاهده اليوم، مشايخ لا يعلمون شيء ما يجري، مرروا خلاص، يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز وحاكم. إذن الصحابة كانوا أعلم وأسلم وأحكم، منهم عبد الله بن عباس، ومنهم كبار الصحابة عبد الله بن مسعود، العبادلة عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، كذلك عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ابن عمر بن الخطاب، هذا من أعلام الصحابة. فالصحابة كانوا علماء، ليس كلهم، لكن الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوه كثيرا، هؤلاء كانوا علماء. أما من شهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وجلس بين يديه وتعلم منه شيء أو كذا، هذا لا يكون من العلماء، لا يكون من العلماء، ولكن هو في نفسه أنه يأخذ من رسول الله ويصلي كما رأى الرسول ويصوم كما رأى الرسول، فهو مذهبه ماذا؟ مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه نقطة أردت يعني أن أبينها لإخواني، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. طيب لا شخص فيكم عندي سؤال أو كذا ونختم. شيخ محمد.